قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا ترتيل للذكر ولا أيات مصر قيل اجزاءهم أقام من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق من يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن.